السلام عليكم اخواني الكرام، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. بعد ما حصلت على تفاعل كبير في البوست اللي حطيته في يوتيوب اللي فيه الصوره ديال التطبيق اللي كيجعلك انك تحصل على شريط اشعارات ديال سامسونج جالاكسي اس 20 الترا، ما بقى لي الا نحط لكم فيديو ان شاء الله هذا النهار مراجعه لهذا التطبيق الرائع اللي كيبدل الشريط ديال الاشعارات ديالك ويمكن لك تخصصه بجميع الالوان اللي كتبغيها انت على الذوق ديالك. وكنتمنى انكم تدعموني بالضغط على زر لايك والضغط على زر اشتراك وتفعيل زر الجرس لكي أقدم المزيد بإذن الله. يلا نبدأ الفيديو. تطبيق وان شيد، احصل على تجربة كاملة من لوحة الإشعارات الوان يو اي الخاص بجالكسي اس 20 الترا. يمكنك استعماله على أي جهاز بدون جذر أو بدون روت. تم تصميم وان شيد لاستبدال القائمة المنسدلة للإشعارات أو شريط الإشعارات في هاتفك بإصدار حديث قابل للتخصيص بالكامل. بالإضافة إلى تجربة شخصية جديدة، فإنه يوفر أيضا أدوات مساعدة إضافية يمكن أن تجعل حياتك أسهل. يتم إرشادك في كل خطوة لإعداد التطبيق وتشغيله في لمح البصر حتى تتمكن من تغيير منطقة الإعدادات السريعة والتحكم الكامل. لست بحاجة إلى روم مخصص أو جذر أو روت لضبط هذه الإعدادات بعد الآن. التطبيق يشتغل تلقائيا. الميزات الرئيسية لتطبيق وان شيد: الميزة الأساسية والرائعة وهي Color، تخصيص الألوان الكاملة. خذ التخطيط الأساسي ولون جميع العناصر كيفما تشاء. Notifications، إشعارات متقدمة، احصل عليها، اقرأها، يمكنك خفيها ورفضها أيضا. موسيقى متقدمة، ألوان ديناميكية استنادا إلى العمل الفني الحالي للألبوم. يمكنك التخطي إلى أي جزء من المسار مباشرة من شريط تقدم الإشعار. ريبلاي، رد سريع، رد على رسائلك بمجرد رؤيتها لجميع أجهزة الأندرويد. باندلت، تجميع تلقائي. هل سئمت من هذا التطبيق الذي يرسل إليك إشعارات؟ الآن تم تجميعهم جميعا معا لسهولة التحكم. Background، صورة خلفية مخصصة. نعم صديقي، يمكنك عمل صورة خلفية مخصصة. اختر صورتك المفضلة ليتم عرضها في الظل. Themes أو التيم ومواضيع بطاقة الإعلام، مستوحاة من أندرويد 10 لهواتف جالاكسي أو سامسونج جالاكسي S20 سيريز أو الS20، الS20 بلس أو الS20 ألترا. من بين الميزات كذلك النور، إشعاراتك العادية ملون، يستخدم ديناميكيا لون الإشعار كخلفية للبطاقة. داكن أو الدارك مود، قم بمزج كل إختياراتك بخلفية سوداء خالصة رائعة على شاشات الأموليد والأوليد، رائعة جدا. Settings، لوحة الإعدادات السريعة، اختر لونا مختلفا للخلفية أو المقدمة، الرموز للوحة والإعدادات السريعة. تغيير لون منزلق السطوع، أيقونات مفيدة بمعلومات جهازك الحالي. اختر صورة ملفك الشخصي ليتم عرضها في الظل. اختر من بين عدد من أشكال أيقونة التجانب، دائرة، مربع، دمعة، تدرجات والمزيد. وهناك نسخة البرو، تغيير تخطيط شبكة الإعدادات السريعة، أي عدد الأعمدة والصفوف بالضبط. تتوفر الكثير من الميزات في الداخل في هذا التطبيق الرائع وان شيد، مثل الإختيارات القابلة للتوسيع التلقائي وعناصر إعادة التموضع في المكان الذي تريده. كل ما عليك هو تفعيل البرنامج والسماح له للأكسيبيليتي، وسيتم تشغيل التطبيق أو النوتيفيكيشنز بار أو شريط الإشعارات على الفور. أتمنى أعزائي الكرام أن يكون فيديو اليوم قد نال إعجابكم. لا تبخلوا علي بدعمي بشيء بسيط، ألا وهو الضغط على زر لايك والضغط على زر اشتراك وتفعيل زر الجرس، وأؤكد عليها لأن هناك الكثير من الأصدقاء كيقولوا لي بلا ما كيوصلهمش الإشعارات ولكن الفيديو تلونصا. كنكون درت فيديو جديد ما كيوصلهمش الإشعارات لأنك ما مفعلش زر الجرس. So click the bell وسيصلك كل شيء. دمتم في رعاية الله أعزائي الكرام،
كان معكم سعد، مع السلامة.